لو الحكاية فيها إن فيجو أنا عندي 12 سنة 10 سنين أنا بقى أنا مولود في البيت 46 سنة مولود وأبويا مولود في نفس البيت إحنا أصلنا من كردستان العيلة بتاعتي من كردستان إحنا أصلنا أتراك إن أنا اسمي نجيب كامل إبراهيم أغا كرد واخد بالك وعيد بقى في أول شارع في السلاح كان في واحد اسمه مستخيشة ده كان بيصلح بنادق وسلاح كان وكان في واحد اسمه مصطفى عبد عمر كان برضه بيصلح جنب جامع السايس السايس قدام السايس اليوسفي ايوه بعد جامع السايس كان في سبير رؤية قصتها رؤية بقى شفتيها؟ لا قصتها انا ما وقعتش عن قصتها انما هو الجامع اساسه كان بايه؟ في واحد اسمه الشيخ كان بيحفظ فيه قرآن اسمه الشيخ يوسف بعد كده باص بعد كده الحاجات بتاعته الشرعي من العيال الايام اللي فاتت يجي بقى من كل الشوارع من جهه شمال ويمين بيصلحوا سلاح انا ما وعدتش على الخناجر ما وعدتش على السيوف انا وعدت على البنادق وال الجوامع اللي في الشارع بقى هنا بقى الاول جامع اللي هو السايس الثاني اللي بعد منه اللي هو رأية ده حسن اغا ككوليانو نظر الدشيشه ده الجامع ده بقى اكتر السبيل ده بقى اكتر من 500 سنه لان في ناس بتيجي تبع الاثار تبع الاثار بيدوم درس كلام ده بيدوم درس حسن اغا ككوليانو اللي هو السبيل بتاعه كان في واحدة اسمه الشيخ محمد الغيثي كان بيحفظ فيه قرآن ده نحضره بعد كده بقى ابتدائي بعد كده ايه عزلوه من مشوا من هنا قفل السلالم بتاعته وقعت جم تبع وزارة الثقافة جم عملوا ترب في الأرض وخدوا عينات وقفشوا كم مليون جنيه من الحكومة على قبول ايه يصلحوا ده الكلام ده قبل الثورة بحوالي 3 سنين لان انا كنت بقعد ايه انا بيتي هو بنت القعد هنا ده باين بتجيني لان انا سمسار مسجل عند الحكومه قدام بقى كده شويه الجامع الزاويه بتاع اسمها ايه مش اسمها اللي قدام اهو ابو سفير باين ابو سفير على الشمال كان بقى قدام منها بيت وله كله عفاف اللي كان يا شيخ المكان المتاجر المتاجر ما في بقى فيها بواقي جوه برضه من ورا المتاجر من ورا المتاجر في بواقي اثار ده البيت ده كان كله مسيحيين ساكنين برضه في بواقي فيهم مسيحيين الوكاله اللي بعدينا دي برضه اثار دول بيصنعوا جوه مركب نحاس قدر فول جرادل كان في حاره اسمها حاره النصارى شفناها حاره النصارى دي بقى قدام مدرسه الرفاع تعرف يعني الحاره دي الحاره ديت شحن لنا فيها بيت طبعا الاوقات هم ما ليه متسميه بالاسم ده؟ لا ده كان هي مش اسمها النصارى اسمها الانصاري بعدين طلعت النصارى لان كان فيها برضه ناس ايه مسيحيين واخدين يعني مش اقل خالص يعني تلاقي بيت يعني في شقه في شقتين مسيحيين بعد منه الشمشيرجي تبع الشمشيرجي كان في واحد اسمه الشمشيرجي باشا اول واحد بنى في شارع السلاح لا في الشمشيرجي برضه بعد حرب النصارى في شارع السلاح بتنزل الشمشير بقت هي دلوقتي كانت بيوت قديمه دلوقتي بقت عماير
تنزلي من على شارع محمد علي عند البيبان، يبقى عند محطة البيبان، تطلعي منها برضو على الرفاع. هاي كنت بتقول في زاوية هنا قدام؟ اه على الشمال تقريبا ابو سفين، بعد منها جامع المردان، بعد جامع المرداني جامع ابو حريبة. مين المرداني؟ جامع برضو، جامع كبير قوي قوي. لا ده سنة 43، سنة 43 كانوا بيحسبوا القلعة، حسبوا جامع المرداني القلعة، فنزلوا قنبلة عليه بوظت الأماكن هناك، أماكن قديمة. وبعدين الجامع ما جرلوش حاجة سنة 43، ده كان بنات سايقة طيارة اللي عرفناه، وبعد كده قعدوا يطردوهم لحد ما وقعوا في الجبل، بس يعني جبل معه. بعد جامع المرداني جامع أبو حريبة، شارع على اسمه شارع أبو حريبة، ده في الضرب الأحمر بقى كده. سبت سوق السلاح، اه دخلت على ميدان التبانة، ودخلت بقى على جامع المرداني، ودخلت على شارع الضرب الأحمر. طيب بعد بقى اندثار مهنة صناعة السلاح، في الشارع ده مهنة تانية؟ لا لا لا، كان بصي هنا مش هاني السنان أبوه، وكان نص إبراهيم الغنبان، كان أبوه الحاج سلام، هما دول آخر الناس كانوا دي اللي جنبك؟ لا هناك اللي هي بقت بوتيك ضمني، وكانت متوضبة دورين لوحدها، دي كانت آخر دولة الله يرحمهم بقى، كانوا بيصلحوا اي حد يجي من الصعيد. كلنا هنا كانوا هنا اكتر، وقرايب وغرب واصحابنا كانوا كلهم اسمهم غندقلية، اللي كانوا بيصلحوا سلاح اسمهم ايه؟ غندقلية. غندقلية ده كان بيصلح سلاح. انا بقى هنا كان دكانتي دي بتاعت الميكانيكي، انا ايه؟ تاجر موبايلي اشترني. اما ناظر الراحة طبعا ما ايه اللي اتغير يا حاج من زمان لدلوقتي؟ روح الناس؟ لا مفيش روح خالص، ده احنا كنا زمان كنا 10 12 نفر نجيب الفول الصبح بالاصعب ونقعد نفطر، النهارده مفيش الكلام ده. النهارده عشان تعزم واحد على شويه كشري ب3 جنيه، النهارده بناكل في فلوس، مش بناكل عيش ولا غموس، بناكل فلوس، بنحرق ورق. الناس لسه على بعض ولا خلاص؟ في ناس طيبين اللي هم الناس الكبار، انما الشباب قله ادب، ومن يوم الثوره لدلوقتي بقى فيه قله ادب، ويعاكسوا بنات ويتحرشوا بالنسوان. زمان ما كانش كده. لا محترمين، محترمين، كنا نخاف على بعض. مرة ما كان عندي، ما جت اتجوزت قبل ما عندي 20 سنة، كانت من المؤاخذة يعني مراتي جايبها من حلوان، أول ما عرفوا إن دي مراتي بقى وهي نازلة كده مفيش، لازم يبصوا عليها لحد ما تجيب حاجاتها وترجع تاني. النهاردة المؤاخذة لما يكون واحد متجوز واحدة وصاحبه ماشي ويشوفها هيحاول يكلمها ويعكسها، خصوصا حتتنا هنا لو اني انضف حي سوق السلاح اللي في الضرب الاحمر، تقول حلميه ولا بتاع ولا اي حاجه، انضف حي هنا عندنا سوق السلاح في الضرب الاحمر. برضو بس في عيال اللي هم طلعوا الصغيره دي قوي شايله رجليهم يعكسوا، يعني انا رحت من يوم كام يوم رحت بلغت بالشرطه ان في عيال بتعكس نسوان وقله ادب وبتاع، ينزلوا بيلموا. مؤاخذه الراجل بتاع المخدرات راجل كبير، النهارده عيال صغيره كده بتجيب الشام بلاوي في الميدان، ميدان سوق السلاح كان انضف شارع، وسخوا الشارع دلوقتي.
بس الصراع عندنا الضباط هنا بتنظف اول ضرب وما بتظلمش حد. انظف اسم عندنا اسم الضربلة، كل الضباط اللي بتيجي فيه ما بتظلمش حد، ولا امنا ولا ضباط. اللي بيلاقوا معاه حاجه بياخدوا، ما يلاقوش حاجه بيشوفوا. شاكين فيه بيضربوا الطقس في الحال عالكم بيطر عليه حاجه ياخدوا، معلش حاجه يديروا.